عشان شبابي جمع شبابي بدو تكبر الفرحة طبعا يعني فرحتي ما بتكتمل وطلاب غزة ما اكتملت فرحتهم. طبعا طلاب غزة اللي بالخارج بمصر اللي قدموا ونجحوا السنة أو اللي لسه بغزة وما قدموا، الجهتين يعني الله يعينهم على اللي هم فيه، وإحنا حاسين فيهم وإحنا معهم وفرحتنا ناقصة، بدونهم ما بتكتمل بدونهم. شي بهدي أول شيء هذا النجاح طبعا لشهداء فلسطين، بهدي هذا النجاح لشهداء غزة بالتحديد، شهداء الضفة، بهدي هذا النجاح لشهداء بلاطة اللي دفناهم امبارح. صدقا انه الألم يعني يعتصر قلوبنا والفرحة لم تكتمل، ونأمل من الله ان يكون هناك فرج قريب لأهنا في غزة. سلبا كنا افتح الجوال اشوف فيديو او خبر اقتحام او الاصوات بالليل الطخ الى اخره، كان يأثر طبعا على نومي على نفسيتي سلبا، بس حاولت قدر الامكان اني يعني اسيطر على حالي من هاي الناحيه، اخذها يعني كيف بدي احكي لك كتحدي واصرار، يزيدني تحدي ويزيدني اصرار. عندنا خطاب العقول وتعليم العقول وتربيه العقول اصعب كثير من اي تربيه ثانيه، فالانسان اذا انت ربيت الطفل وبنيت فيه التربيه من خلال التعليم، احنا بنعتبر صار عندنا مجتمع ناشئ واعي فاهم لكل شيء حواليه، واحنا بنعيش في احتلال اسرائيلي. هذا الاحتلال اذا ما علمنا الاولاد والبنات مظبوط شو معنى احتلال، راح يضيعوا، ما راح يعرفوا انه في عنا فلسطين، في قضيه فلسطينيه، في شهداء، في اسرى. طبعا نجاحي بهدي للشهداء وللاسرى للوطن كله. طبعا بتمنى الفرج القريب لاهالي غزه.